من لندن ينضم إلينا الباحث في الاقتصاد السياسي ناصر قلاوون. أهلا بك أستاذ ناصر. بحسب تقديراتكم كم يكلف أو تكلف عملية تعويم هذه السفينة؟ من الناحية المادية هي ليست كبيرة أقول، لكن من الناحية النفسية التأخر يؤثر ليس فقط في عائدات قناة السويس، يؤثر في حركة التجارة العالمية. 30% من تجارة الحيويات تأتي عبر القناة، ناهيك عن النفط والغاز ربما 10%. الآن أجراس الإنذار تدق في أوروبا لتأخير وصول البضائع التي من الشرق الأقصى، ونحن على مشارف فصل الربيع. لكن أقول هيئة قناة السويس لها تاريخ ناصع في إدارة يعني القناة في وجه أزمات وحروب، وبالتالي هناك ثقة أقول موجودة بالرغم من مرور 3 أيام على هذه الكارثة بإقالة العسرة في وقت قصير، رغم أن هذه السفينة هي الأطول في العالم وهي يعني في العرض تقفل القناة. لكن الأمور الفنية كما قلت على أهميتها لا تغطي على يعني اصطفاف عشرات ومئات السفن على جانبي القناة التي تريد العبور، بعضها يريد أو يضطر ربما لتغيير مساره. لكن أقول مصر عندها يعني كنز كبير من حسن الإدارة، وحتى مع الترحيب بمساعدات دولية، لكن لإعادة حركة العبور بحاجة مصرية وحاجة دولية. سنتابع أستاذ ناصر تحديدا مع قبول المساعدة الأمريكية. دعنا نتوقف مع الإحصاءات الدولية التي تشير إلى آثار اقتصادية سلبية كما ذكرت أيضا حضرتك بسبب السفينة الجانحة في قناة السويس. أستاذ ناصر، هذه الخسائر من يتحمل تعويضها؟ هل هيئة قناة السويس أم شركات التأمين التي يعني هي متعاقدة مع السفن؟ حسب النص القانوني بالطبع هناك أمور تحكم المرور وتحكم الإدارة، لكن معروف أن شركات التأمين العبء الكبير عليها بتحمل هذا الأمر. الشركة المالكة قامت بالاعتذار إذا ثبت خطأ، وبالتالي عملية أقول معقدة لهذا الأمر، مع أن يعني قضية إعادة الممر إلى العبور وإلى الحرية الطبيعية تقع على القناة، لكن التعويضات قد تتحملها بشكل كبير شركات التأمين. لو تحدثنا عن قبول مصر، كنت حضرتك أيضا ذكرت هذا الموضوع، قبول مصر لعرض واشنطن المساعدة في تعويم هذه السفينة، برأيكم يعني كم سيقصر وقت الصيانة والتعويم؟ أنا الآن عندي عدة تقديرات، وبالطبع أنا لا أدعي الخبرة التقنية، ما بين عدة أيام وما بين عدة أسابيع، لأن التكدس البضائع حتى لو حل الأمر خلال أسبوع فنيا وحسب بعد حرب يعني توقف القناة 10 سنوات بسبب حرب أكتوبر، أخذت مساعدة من الولايات المتحدة ومن غيرها لتنظيف القناة من السفن العالقة. الآن عندي مشكلة في عز الحركة التجارة الدولية، وبالتالي يعني أي مساعدة ستأتي برأيي حتى لو جاءت من الولايات المتحدة سيستغرق الأمر وقت، وبالطبع السباق الزمني هو لإقالة عسرة. أنا قرأت أن في البحيرات المرة ربما هناك 30 سفينة، وبالتالي منع حصول أي احتكاكات أو مشاكل أخرى فنية. هذا أول عبء على هيئة إدارة القناة. رقم 2 برأيي طمع الشركاء إعطاء قراءات أو استقراءات واضحة، وهذا الوصول الشريك الأمريكي برأيي يعطي هذه يعني يضيف على المصداقية المصرية الإدارية
كما قلت المشهود لها عالميا، وبالتالي لم أقرأ أي شيء سلبي لحد الآن يطيح بهذا الأمر، وبالتالي مصر لها مصداقية كما قلت، وخصوصا طيب أستاذ ناصر الآن وقد مرت أربعة أيام، أعتذر على المقاطعة ولكن لضيق الوقت، الآن وقد مرت أربعة أيام على هذه الحادثة، بحسب قراءتكم وتقديراتكم ما كانت الأسباب الحقيقية وراء ما حصل؟ نعم، شركات برأيي التي تقوم بإعطاء أمور لبضائع لأوروبا وغيرها قد تحول. طيب شكرا جزيلا لك، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الباحث في الاقتصاد السياسي ناصر قلاوون، كان يحدثنا من لندن.